التليفون مع مع الكابتن أيمن شوقي بعد الفاصل، إلى اللقاء مع أحداث الشوط الثاني. شكرا جزيلا للزميل المتألق دائما دكتور طارق الأدور. النادي الأهلي بعد شوط هادئ يهزم مصر للتأمين بهدف للا شيء أحرزه وليد سليمان في الدقيقة 9. هنروح لفاصل وبعدين نكمل كلامنا عن أحداث الشوط الأول مع نجومنا الكبار، أرجوكم انتظرونا. نرحب بكم مره تانية اعزائي المشاهدين. كابتن عادل، شفنا شوط هادي وفي بعض اللعيبه فعلا تحس انها محتاجه شغل كتير. ايوه بدايه فريق التامين الحقيقه فاجئنا ان هو بيضغط. ايوه يعني ما بيرجعش يدافع. أيوه. لا ده بيبقى فريق بيضغط وعنده ثقه وبيأدي، وحتى فيه نوع من برضه من الـ مش عايز اقول خشونه، نوع من الحماس الايجابيه والحماس. ايوه لما الحقيقه انا اشيد بوليد. بص اهو حضرتك الضغط هو كابتن فعلا زي ما حضرتك بتقول. بص هما بادئين ضاغطين من قدام فعلا على النادي الاهلي، وبعدين في نص الملعب عاملين كثافه بيعملوا سرعه ارتداد بسرعه جدا. أيوة. هتبص لبص. ايوه بعد ما كانوا بيضغطوا من تحت هيبداوا شويه بيضغط بكام. ايوه مظبوط، بخمسه على 18. مظبوط، اول ما الكوره هتروح تعدي نص الملعب يرجع نص الملعب هتلاقي سرعه ارتداد. ايوه يرجعوا بسرعه بحيث انهم يعملوا كثافه في وسط الملعب. انما انا من خلال ال 45 دقيقه بطمئن قوي على حمدي فتحي، الحمد لله. مظبوط، هايل. مزبوط. وليد سليمان، رامي ربيعه في المركز ده. بقول ان شاء الله بعون الله رامي ربيعه هيبقى من الباكات العاليه جدا في النادي الاهلي، الى جانب طبعا الاماكن اللي هو بيلعب فيها كمساك وكهاف ديفندر، لكن هيبقى ان شاء الله الماتش اللي جاي هو وهاني مع اكرم هيبقوا الحته دي مش هتبقى قلقانه جدا كجمهور. أيوة. ولا كجاهزه فنيه. صحيح. كابتن شريف، تقييمك لاداء النادي الاهلي الشوط الاول؟ مش بالنسبه للاداء، انا بتكلم على الوجود. يعني في حاجات احنا بنستفيدها النهارده من الالتحامات، زي ما قال كابتن في ضغط من الفرقه الثانيه. ده جول ممكن ده جولنا ثاني، جول وليد سليمان. جول وليد دي كره راجعه من الخصم. هو استغلها الحقيقه واتعامل معاها بطبيعته برجله الشمال وحطها في الزاويه اللي هو شايفها. بيدخل في القلب كتير وليد سليمان، وحركه تبادليه بينه وبين مروان. مروان ساعات بيتطرف ناحيه الشمال كتير قوي. هو اقرب في الحته دي زي ما انت بص ده زي ما انت كنت قلت في الاول قبل ما نبتدي في الاستوديو، ان هو بيعوض وجود قفشه كبلاي ميكر وكمكمل في منطقه الجزاء. ودي طبيعته ودي عادات، يعني دي هو ده اسلوب لعبه. أيوه. مش هتلاقي ده النهارده بيبتكره. أيوه. هو النهارده عايز يبقى موجود، عايز يجيب هدف، عايز يفتح لنفسه مساحه انه يصوب. أيوه. ساعات بيروح ناحيه اليمين، ساعات بيحاول يجرب نفسه. اهو زجاله عملها لنا. بص الحركه بتاعت وليد وهو على طول، يعني تحس ان هو مستني الخطا دوت، او يعني هي تعتبر كونتر اتاك كمان. هي كان كونتر اتاك ساعده فيها الباك. يعني الباك لو ما عملهاش كان هيبقى اللعيب هو الاقرب بتاع النادي الاهلي هو اللي يعمل الان بتوين ده. أيوه. او لاي حد تاني الحقيقه يروح على الجول. أيوه. بالنسبه للعيبه اللي انا عايز اكلمك عنها النهارده، احنا بنتكلم على حمدي فتحي وكهربا ووليد سليمان ومروان محسن اللي كلمتك عنهم في الاول. الاصابه عطلت محمود متولي. الاحساس في المنطقه دي مش عايز الناس تخاف، هو من العمليات في الركب والحاجات دي كان بيطلع عنها رياكشن بعد كده، ميه خفيفه. شد في الوتر من ورا، واحنا مش عارفين لحد دلوقتي هو غير ليه. انا بقول لك انا حاجات الركبه دي بيشاور على العضله الخلفيه من عند الركبه. الحاجات دي بتبقى من السبرنتات الصغيره اللي بقول لك عليها بعد مده كبيره كده. بيحصل خشونه في التعامل بين الاربطه. ممكن يحس الكره دي تاني بعد اذنك يا بيرجو. جيبها لنا تاني الكره دي. ماشي، بص يا كابتن شريف، شايف؟ ماشي، بس اثبت هنا. بص يا كابتن، الكره دي لو اتلعبت صح وفي تحركات صح، واحد لو كهربا راح على القريبه وفي واحد انا شايفه بس مش جوه الكاد، وليد سليمان هيروح على البعيده، كانت اتلعبت لوليد سليمان. لا لا ما تتلعبش دلوقتي، بس اتلعبت سريعه جدا. ما تتلعبش دلوقتي خالص، ده كان لازم ياخد خطوه كمان. برافو عليك، عشان يفتح لنفسه رؤيه. صح. المساحه ان هو يختار مستعجل.
هو استعجل ليه؟ مظبوط. وفي حاجه كابتن عادل كان يدي مساحه كمان للناس اللي جايه من ورا، فرصه يوصل، يديني مساحه انا وانا جاي من ورا يوصل العرض القريبه وزمايله كمان ويقدر يلعبها على 18 بره كمان، اي حد جاي زي حمدي فتحي زي النادي كلها تقدر تجيب. ده هدف برده، دي ما هي دي الفنيات اللي احنا بندور عليها في الماتشات اللي زي دي. دي الرؤيه. انا النهارده عملت تصرف زي ده، الماتش الجاي مش هعمله كده. ايوه اديني شفت اتصرفت فيه ازاي واستعجلت دلوقتي. أيوه. المره الجايه برده مين لعب الكره دي بالعرض؟ ايوه برضو هتقلنا دي مره تانية. مين؟ بس لازم اقف هنا على التحرك ده. اقف هنا ماشي، ده هنا اوف سايد دلوقتي في اتنين تقريبا في الكادر تقريبا هم اوف سايد. اوف سايد هو كهربا مروان وكهربا مروان صح فيها شك، لكن التحرك برضو بيفرق. خلي بالك هو وليد متاخر هنا، اتاخر هو اتاخر وليد فيها متأخر. عندي 4-4 ده خلاص، دي يعني لو كانت لعبت ممكن يلعبها من بدري لمروان محسن. مظبوط يعني. هما كان لعبها لمروان زجالو عملها لنا فعلا، هي كانت لعب لمروان محسن من الاول. المهم انت النهارده بتتفرج على 45 دقيقه، استنتجت رامي ربيعه النهارده عنده حريه انه يجري ويفتح، حتى لو مش هيفكر فيه ان هو بيديله شكل، بيديله جول. والفرقه على فكره بتاعت مصر التامير لعيبه حابه اللعب، حابه قدام النادي الاهلي بيلعبوا بخشونه وحماس شويه. ده كويس. حارس المرمى هايل بتاعهم، عنده عينه وعنده جرأة وبيعرف يقفل وبيعرف يطلع. شوف الحاجات دي هي دي الجمل اللي انت بتطمع فيها. صح. دي الثقة اللي انا كلاعب بنزل في الملعب ببقى عايز اخدها، اوصل لغاية ال 18 ده اهم شيء. يعني كنت بقارن لك بين اي حد مثلا وبلال بيلعب في المنطقة دي، مروان اي حد بيخش المنطقة. بلال كان شغله الشاغل يا ايمن اللعب في الحتة دي. مزبوط. الفينش في اللعب دي. مزبوط. الشوت الهارد قوي، التنفيذ الفينش الهارد قوي، مش زي الكره اللي جت لكهربا ناحيه الشمال بشماله كده يعني. لا انا عايز بوش رجله قنبله في خط السته دي، لازم يترجم. صحيح. هي دي الماتشات اللي احنا بنلعبها او هنلعبها او في التقسيمات او في اي حاجه في المرحله اللي هي 15 يوم الجايين دول. لعيب بيكتسب لنفسه، بيكتسب صحيح. نفسه القوه البدنيه، بيكتسب نفسه التحركات. صحيح. ازاي يبقى موجود قدام عين المدير الفني صحيح. يقول له انا موجود تحت امرك في الوقت صحيح. اللي انت بتسمح لي فيه. صحيح. طب هنروح لفاصل سريعا وبعدين نرجع نكمل كلامنا مع الكباتن الكبار كابتن اسامه عرابي وكابتن احمد بلال. ارجوكم انتظروا. نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن اسامه كنا بنتكلم قبل الفاصل عن بعض اللاعبين اللي لفتوا نظرك الشوط الاولاني، شفنا تميز، بعض التميز من رامي، من وليد، من حمدي فتحي، يعني هم دول اللي لفتوا نظر الواحد. بص كل ماتشات الوديه قلنا مهما كانت ضعيفه او مش بالمستوى القوه الكبير، مصر التامير مع احترامي الكامل ليهم فرقه طبعا في الدرجه الثالثه، يعني حتى مش في الدرجه الثانيه او من المستويات الكبيرة. لكن اللعيبة لازم تخلق لنفسها دوافع. صح. المدير الفني بيبقى عنده وجهات نظر في اللعيبة اللي بيكونها داخل، يا إما زي ما قلنا واحد زي رامي بيجربه في الناحية اليمين عشان ممكن هاني مبقاش موجود يلعب ماتش زي الترجي، واحد زي حمدي فتحي لعيب مهم ومن الأساسيين في النادي الأهلي. ده برضو تحرك من وليد سليمان يمكن. يعني ودي طبعا رامي شالها حلوه قوي، مروان حط فيها دماغه بس بره الثلاث خشبات. بس رامي عملها كويس قوي. شالها زي اللي تشب شويه. مزبوط. مش عاملها بس طبعا شفت كانت رايحه بتلف ازاي. يعني تحط راسك بس تشبه، بس عايزه البعيده مش بعيده، عايزه الزاويه دي اللي هي اللي كانت. وده برضو انطلاق من حمدي فتحي حلو قوي، تكمله حلوه قوي. كويس قوي الجون طبعا، فتح الجون قوي طلع بره، حمدي حطها له بالشمال لكن ما لفتش زي ما هو عايز بالظبط. لكن حمدي زي ما قلنا من اللعيبه المهمه والاساسيه، بيحاول يرجع نفسه. شوف بيتحرك حتى في اماكن ممكن في الماتشات الرسميه ما يتحركش فيها. هو ده اللي انا بقوله بقى، ان اللعيب مهما كانت المباراه وقوتها بيخلق لنفسه دوافع. وليد سليمان بيحاول يقطع على العمق، بيحاول يجيب جون، لكن في لعيبه لازم تبذل جهد اكتر من كده. يعني مروان محسن انا لازم احاول، ما جايبش جوان بقالي كتير، لازم وما بلعبش، لازم احاول اروح على الجون، احاول اجيب جوان حتى لو ماتش قليل عشان ادي ثقه لنفسي. نفس الشيء كهربا، لازم ابذل جهد اكتر من كده. فاللي انا اقصده انه تجربه مفيده لبعض الناس. صحيح. ولكن في ناس لازم تحاول اكتر من كده
عشان ترجع نفسها. كابتن بلال سريعا، كابتن اسامه قال في ناس لازم تحاول، مين كنت تتمنى يظهر بصوره افضل من اللي ظهر بيها الشوط الاولاني؟ والله انا كنت يعني كنت اتمنى متولي يكمل، تمام يعني يكمل ما يتصابش، يعني هو لعيب مفيد جدا. المكان ده مكان مهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي، في اصابات كتيره في اجهادات كتيره، ولكن يعني خروجه يعني قدر الله ما شاء فعل. يعني انا كنت اتمنى ان كهربا يظهر بصوره افضل من كده، لان خلاص انت عارف داخلين على المباراه وممكن يكون له دور في الماتشات اللي جايه. رامي ربيع عدى بشكل جيد النهارده، زمان كابتن عادل وكان بيتوقع انه يبقى يأدي بشكل جيد. هنروح مره اخرى لنلعب مباراه والزميل طارق الادور، ونرجع لكم مره تانية بعد نهايه احداث المباراه. ارجوكم انتظرونا.